خلونا نكمل يوميات عماد السعدي. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. عرفنا عليك. احمد بن حمود مروان السرحي. مرحبا بالسرحي، بسألك سؤال واذا جاوبت حالك هديه. تفضل. جاهز؟ جاهز. نعم. اعطني ثلاث دول خليجيه. صحم، سحار، الرستاق. ثلاث دول خليجيه. صحم، سحار، الرستاق. متأكد؟ نعم. ما بتغير؟ لا، مره. زي غلط. كيف؟ عمان والامارات والقطر. كيف عرفت؟ عارف. من غششك؟ ما حد. روحي. اي لو تقول صحم. لا لا، روحي مره بعد. الظاهر الشعب من دقهم كورونا. المهم فزت معنا بجائزه مقدمه من